صباح الخير من أتينا. بردان شوية بعد يوم عصيب امبارح وصلنا أتينا الحمد لله. والزلزال والزلزال والفيضان والعبارة الحمد لله وصلنا إلى أتينا مرة ثانية. وصلنا الى اتينا مره ثانيه ولا هنبدا استكشاف؟ شو عايز تقول ايه؟ قول لي قول لي عايز تقول ايه؟ يعني احنا امبارح كنا بناكل في مطعم في امان الله والزلزال حصل وطلعنا نجري وصاحب مطعم كده صاحب مطعم كده بس كان كنت بدعس سندوتش قوي اللي جوه كنت سايبه ده بس احنا جرينا قام لقيته دخل المطعم يقول لي ايه في زلزال يقول لك السندوتش يا عم الزلزال والسندوتش السندوتش يا عم هتموت عشان السندوتش ده قلت اخده واطلع بس الحمد لله لحقنا يعني الحمد لله دلوقتي احنا بقينا مره ثانيه وبخير وسلامه الحمد لله بيقولوا في 14 واحد ماتوا في الزلزال بس تركيا وهنا اثنين بالظبط الله يرحمهم ولا بنبدا رحله ثانيه وبس مش عارفين اخر يوم بقينا هلا رايحين على حاجه في تاريخ من اهم شغله او حاجه غيرت تاريخ العالم بدأت من هنا بأتينا نواف الشمس نواف عشان نواف هادي نافوره تمام وهنبدأ النهاردة من حاجة مهمة جدا غيرت وجه التاريخ الحديث من طلعت من أتينا ألا وهي الأولمبياد بدأت من هنا بأتينا فهنروح نشوف الاستاد اللي بدأت فيه الأولمبياد يلا بينا المطعم ده صورته ولا أتيكا؟ ايوه محدش يجي عنده ليه؟ أكل حلو قوي أكلة حلوة أوي فعلا دي اللي بندور عليه وصلنا له أخيرا بطلوع الروح هذا الاستاد الأولمبي القديم احنا مش جايين هو مش استاد أولمبياد دلوقتي هو استاد أولمبي قديم يعني من شي 2000 وحوالي 500 سنة 400 قبل الميلاد تقريبا كان عندي ماينس 2000 سنة استاد بانا ثينايكو قعدت ساعة عشان احفظ الاسم ده معمول سنة 400 قبل الميلاد ومن هنا بدأت شعلة الالعاب الاولمبية بتطلع كل سنة كل اربع سنين ولا ايه ورجعوا عملوا الالعاب الاولمبية سنة 1896 فكل سنة كل اربع سنين لازم يجوا ياخدوا شعلة الالعاب الاولمبية من المنطقة دي ويجروا بيها وتلف لغاية المكان اللي هيتعمل فيه الالعاب الاولمبية فاحنا جايين في مكان تاريخي يا جماعة تاريخي واو بص قد ايه كبير من هنا تخيل ده معمول 400 قبل الميلاد استغفر الله العظيم 400 قبل الميلاد الساعة 6 الصبح كويس ديله طويل قوي كده غير كل الحصانات التماثيل اللي شفتها داخلين على الاستاد تعرف انت طبعا تاريخ الاولمبيات اللي بدات من سنه 1896 كنت انا قد كده بالظبط وبعدين الاسرع والاقوى والاكثر قدره على التحمل وبعدين عدوها سنه 1896 ومن هنا انطلقت الاولمبيات الى العالم شايفين يا مثل ما انتم شايفين يا جماعه المكان هو نفسه اللي بدات فيه الاولمبيات من 2500 سنه بدأت في العصر اليوناني وبعدين في العصر الروماني كمان انتشرت شوي لما جم الرومان مسكوا اليونان أو حكموها ولكن بعد هيك مع مرور العصور انتهت شيء اسمه الألعاب الأولمبية وتحولت إلى الرومان حولوها إلى الألعاب الوحشية فكانوا بيصطادوا العالم ويحطوهم هون وخلوهم يصارعوا بعض وبعدين انتهت هاي العادة مع دخول المسيحية إلى الرومانية يعني أول ما الرومان دخلوا المسيحية وقفوا كل أنواع الألعاب هاي وانتهى المكان وظل على مر العصور مجرد ملعب رياضي بيلعبوا فيه العالم ولغاية سنة 1896 لما رجعت الألعاب الأولمبية مرة تانية اجت فكرتها هلا هنحكي لكم كل شيء بالتفصيل عن كيف بدأت الألعاب الأولمبية لو أنت مهتم طبعا لو مهتم اعمل سبسكرايب واشترك بالقناة وبعتها لأصحابك اللي بيحبوا الرياضة ويشوفوا مهد
الحضارة الأولمبية. المكان اللي أنا واقف فيه ده هو بيمثل اللي فوق بيمثل قاعة كبار الزوار في العصر اليوناني. في قصة ظريفة لنشأة الفكرة مرة تانية، فكرة الألعاب الأولمبية سنة 1896 اللي عملها هو بارون فرنسي وليس يوناني، هو السبب، هو اللي جاب التمويل ليبدأ مشروع الألعاب الأولمبية مرة تانية. قبل ما تبدأ الأولمبياد كان في مجموعة متفرقة من مهرجانات الألعاب في جميع أنحاء أوروبا من سنة 1800 ميلادية، ولكن مع مرور الوقت اجتمع منظمي المهرجانات دي وقرروا إن هم لازم يجمعوا كل الألعاب في مهرجان واحد. كان حاضر الأب الروحي للأولمبياد اللي هو البارون الفرنسي بيير دي كوبرتان، اللي دعم من جامعة السوربون لعقد مؤتمر رياضي دولي سنة 1894، ونجح كوبرتان في حشد التأييد الدولي لفكرته، واستقر الرأي ان لازم يعملوا الأولمبياد دي في موطنها القديم في مدينة أثينا. سنة 1896 أول احتفالية مهرجان رياضي أولمبي في العصر الحديث بدأ في اليونان، واحتوى على 9 رياضات بس، وشارك فيها 300 رياضي من 15 دولة اتنافسوا في 43 مسابقة. ومن وقتها استمرت الأولمبياد كل 4 سنوات لحد آخر أولمبياد ريو دي جانيرو اللي كان رقمها 121. وعلى مدار قرن من الزمان كانت الأولمبياد هي أهم حدث رياضي على كوكب الأرض. داخلين على مكان ده كهف، أوه جميل جدا، كهف الإيمان، المكان اللي كان بيطلع منه المحاربين. تخيلين يا شباب الألعاب الأولمبية والناس بتشجع فريقها وهم داخلين بيمشوا في نفس المكان اللي أنا بمشي فيه ده. بيقولوا إن المكان ده كان محطوط عليه قوة سحرية خيالية عشان تعطي قوة للمحاربين اللي بيمشوا فيه. تخيلين، أنا حاسس بقوة جبارة طلعت لي، معقول هقدر اكمل اليوم؟ بس انا ده اليوم يخلص بس يبقى كويس من المشي. في مدرسة رياضية متحف الأولمبيات، هاي الشعلة الأساسية اللي كانوا يشعلوا فيها الأولمبيات من الشمس دي، كانت تتجمع النار هنا ويشعلوا الشعلة وبعدين يولعوا الشعلة. هذه هي الشعلة الأولمبية، وهذا شكل الاستاد. الاستاد سنة 1896 قبل ما يرجع يتجدد ويصير ملعب أولمبي. شايفين ما كان استاد أصلا، يعني كان جبلين وبينهم مكان فاضي. الأوضة من دول فيها تذكارات من الألعاب الأولمبية، هنا مثلا من مكسيك 1896، تمام، هنا من ميونخ 1972، بس كلهم مقفولين، مش عارف ليه مقفولين، ليه الغلاظة دي. مثلا هنا من أولمبياد موسكو وأولمبياد لوس أنجلوس تذكارات من ايامهم، شايفين في التيشيرتات من هاي الاولمبيات. فكل اوضه من دول بتمثل جزء من الالعاب الاولمبيه، من الالعاب اللي اتعملت هون سول مثلا 88، وهاي الطبقين كلهم غرف خاصه بتذكارات من كل الالعاب الاولمبيه اللي صارت من سنه 1896 لحد الان. شيء جميل. تخيلين انا دلوقتي ماشي كاني واحد من الالعاب الاولمبيه اليونانيه، طالع ماشي في الطريق ده باخد البركات من راهبات زيوس، وماشي في الطريق وسامع الصوت من برا وطالع ماشي في الطريق الطويل، طريق الابطال، طريق الابطال، ايوه
يس 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 طلعت برا والناس بتحييني. هوري 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 الملك هناك قاعد بحيي اول واحد وبعدين بحيي الشعب كله. هوري 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 احلام اليقظه حلوه قوي. شايفين كيف بدأت الأولمبيات بدأت تحول هالمكان من ملعب أولمبي أو ملعب تحت جبل الأولمب جبل أولمبوس لمعرفة مين الأقوى والأسرع والأقوى والأسرع والأعلى. تمام، ثلاث ألعاب كانوا أساسيين فيه. وبعدين إلى العصر الحديث المكان هنا كان عبارة عن مجرد ساحة وبس، ولكن نفس الاسم القديم ساحة استاد باثاميديوس هكتب لكم اسمها بالظبط. تمام، وبعدين سنة 1896 رجعت الفكرة مرة تانية، وما كانتش فكرة ان هي دول بتصارع دول، ولكن كانت بس قائمة على الألعاب اللي هي الأسرع والأقوى والأعلى، لحد ما كان في سباق واللي كسب فيه واحد يوناني، فقال اليوناني كسب. أما التانيين قالوا طيب ازاي يعني هو مش بيمثل نفسه؟ لا، هو طلع ان هو بيمثل بلده، فاتشهرت بلده اكتر ما اتشهر هو شخصيا، وكانت النتيجه ان اتحولت الالعاب الاولمبيه بعد كده الى صراع بين الدول مين اللي يكسب ميداليات اكتر كل سنه ويفوز بالالعاب الاولمبيه. يعني فكرتها حتى ما كانت فكرتها سلام، مش ان الدول يصارعوا مين هو ياخد اكتر ميداليات. وكل 4 سنوات كانت الفكرة ان بيعملوا مهرجان صيفي ومهرجان شتوي، لحد سنة 1994 قرروا ان هما يفصلوهم والفصل يكون عامين، يعني كل سنتين في مهرجان صيفي، السنة اللي بعدهم يكون مهرجان شتوي. بارون بيير دي كوبيرتن هو اللي رجع فكرة الألعاب الأولمبية سنة 1896. هذه الألعاب الأولمبية من سنة 1896 لحد الآن. آخر حاجة كانت تريو سيدني، مكتوبة باليوناني ليه؟ استغفر الله العظيم، أقراها إزاي ليه؟ يعني كم ألعاب أولمبية طلعت؟ مش عارف أعدهم. يا الله، ليه كاتبينهم باليوناني ليه؟ المفروض ده شيء عالمي، حروفهم غريبة. أنا بقالي هنا تقريبا ساعة بلف، فأتمنى تكونوا انبسطوا بالفيديوهات. يمكن زرتوا كتير استاديومز حوالين العالم، كل بلد فيها استاد مهم، كل بلد فيها استاد مشهور، ولكن مش هيكون أشهر من هذا الاستاد اللي بدأت منه الأولمبيات. من هنا بدأت الحضارة الرياضية، من هنا بدأ الألعاب الأولمبية، ومن هنا ننهي الفيديو. أتمنى تكونوا انبسطتوا بالجولة داخل استاد الأولمبي واخدتوا فكرة عن تاريخ الأولمبيات. إذا حبيت الفيديو ابعت الفيديو لأصحابك اللي بيحبوا السفر وبيحبوا الرياضة، واعمل اشتراك للقناة، اعمل لايك عشان الفيديو يتشهر أكثر، ونشوفكم فيديوهات تانية إن شاء الله، ولسه مستمرين باليونان. يلا سلام.